بعتتني ماما مشان اطمن عليك. الحمد لله صرت احسن. وش هاي اللي بايدك؟ اي اللي بدها تفرجي للحرامي قيمته. لك سامر، لك سامر مو معقول، انت شو هاد؟ لك شبك، لازم يكون معنا شيء ندافع فيه عن حالنا. ايه بس مو سكين، يعني والله ما بتخيلك ممكن تستخدم هيك شيء. والله ولا انا، بس يعني لازم وقت نام تكون جنبي مشان نام وانا مرتاح. حاجتك بقى، يعني مو معقول انه حرامي غبي يجي على نفس البيت ومرتين كمان. والله يا ما راح انا احساسي انه راح يرد يجي، لانه هذا مانو جاي يسرق، هذا جاي يضحك علي ويزلني. انا نفسي بس اعرف ليش انت محموق؟ لكن انا يا مراح بعد كل شيء عملته بحياتي اطلع سعدان؟